حكاية تعيد نفسها كل عام في أرياف الرقة. يشهدون موسم حصاد وتسليم القمح في هذا العام بإجراءات مشجعة، فإن عملية استلام القمح مستمرة بوتيرة إيجابية وسط إجراءات مبسطة أعدت لضمان سرعة وكفاءة العملية. حتى الآن بلغت الكمية المسوقة من القمح إلى المراكز 14 ألف طن، مع توقعات مفعمة بالأمل بأن تصل هذه الأرقام إلى 25 ألف طن. تم توجيه عناصر المراكز في الريف المحرر الشرقي والغربي بالاستمرار بالدوام أيام الجمعة والعطل الرسمية لاستقبال كامل الكمية التي ترد من الأخوة الفلاحين خلال الفترة. تجينا العينة برقم سري، نقوم بعملية تجزئة لتحديد درجتها من ناحية الإجرام، من ناحية الشوائب، وطبعا المعلومات كلها تدون على قائمة التحليل النهائية. احنا قاعدين من الساعة 7 الصبح للساعة 7 المساء نشتغل مشان نمشي أهلنا وأخوتنا هين بالمنطقة. الإجراءات التي وضعتها الجهات المعنية لتسهيل عملية تسويق محصول القمح هذا العام ذللت جميع الصعاب والعقبات من عملية الوزن والفحص والتكديس، إلى جانب توفير دعم فني يساعد على سرعة إنجاز العمليات. بعد الغرفة السرية تتقسم العينة جزئين، تبقى جزء محفوظ بالسرية وجزء يروح لغرفة التحليل. بعد ما تتحلل العينة تنبعث بورقة على بطاقة الدخول مسجل فيها رقم الكيس. جبنا على مركز تسوق حبوب معدان واسع، احنا ضمن المركز جوا الشباب خذونا عينة وتاخذونا على الفحص تشوف وين تجي درجة ثانية ثالثة رابعة. الانتاج شوالتين ونص، بالنسبة للتسويق تسويق تمام، الامور زينة الحمد لله، يسرى وشغالين والحمد لله تمام الامور. في ظل هذه الديناميات المبشرة بالخير تسير الرقة بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها في ترسيخ دعائم الأمن الغذائي وتوفير مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، فالأرقام المسجلة حتى الآن تعد بموسم زراعي مثمر.